لكن ان شاء الله عندنا فرقه قويه و حنايا ما تحديناش كاع هاد الخطوات بولا شي، يعني هذا كان هارد وورك وكان اشتغال بزاف مع من التيم ومن المدرب ديال المغرب المنتخب المغربي، وان شاء الله غادي تكون مربوحه لان هذا وصلنا اصلا للسيمي فاينل، يعني خلاص ان شاء الله. التاريخ اليوم مع الساعه 10 نكتب تاريخ المنتخب المغربي، حقق نتائج اللي ما عمر تحققت من قبل لا من الفرق الافريقيه ولا الفرق العربيه، يعني احنا نتشرف اليوم اننا نحمل هذا المشعل ونكون مفخره للشعوب العربيه، ونشكر اخواننا الجزائريين على الوقوف ديالهم وعلى التشجيع ديالهم، وحنا اليوم كنمثلوا الشعب العربي عامه والشعب الافريقي، ونتمنوا الفوز للمنتخب المغربي لان منتخب قوي ويستاهل الفوز ويستاهل التاهل لنهائي كاس العالم، وتكون سابقه في التاريخ وسابقه ان شاء الله على وخا وديما مغرب لا ان شاء الله مربوحه سي سور. حنا عندنا اون كونفيونس في ليكيب ديالنا، غادي يربحوا ان شاء الله، وغادي نربحوا فرنسا والارجنتين وغنديو الكاس.